إشراقة النهضة المباركة ومع النور الذي سطع في سماء عمان في عام 1970 ومع تولي جلالة السلطان المفدى حكم عمان، بدأت السلطنة تسير نحو الأفق البعيد، كما أخذت الحركة الرياضية حقها وبدأت الأفكار في تأسيس أندية في مختلف ولايات السلطنة. فانجى الاسم الذي كلما ذكرناه كلما تغنينا بصفحاته الجميلة على الوجه الرياضي، فنادي فنجة الذي تأسس في عام 1971 تأسس على يد أبناء المنطقة كسليمان بن ناصر الهدابي وأخيه المرحوم خلفان وسليمان سعيد الهدابي ومحمد الرواحي وحمود الفارسي. فبعد أن كانوا في الكويت في الستينيات عادوا إلى السلطنة مع إشراقة النهضة المباركة، وأخذ النادي يرسم الرؤية الواسعة في عالم كرة القدم، وبدأ في تحقيق إنجازاته من بوابة الكأس الغالية في عام 75، وبعدها كان فنجة بازغا شامخا بإنجازاته الملفتة، 9 ألقاب في بطولة كأس صاحب الجلالة، و9 ألقاب في بطولة الدوري المحلي، وكأس السوبر مرتين. فنجة الملقب بالملك لا ييأس أبدا، يبتعد قليلا ويرجع أقوى مما مضى. فكم إشراقة بحثنا عنها واستبشرت بعدها بطيف طال انتظاره.